العالم اليوم تغير وسيتغير وسيستمر في التغيير، ذلك أن التكنولوجيا اليوم استطاعت أن تكسر كل الحواجز وكل الحدود. التكنولوجيا اليوم استطاعت أن تزيل الحدود الثقافية، الحدود السياسية، الحدود الاجتماعية، حتى الحدود الاقتصادية. اخترقت حتى الجدران السميكة مثل جدران الحكومات الدكتاتورية، وعن طريق التكنولوجيا الحديثة استطاعت أن تتحقق ثورات في كثير من الدول العربية وغير العربية. لذلك نحن نعتقد بأن بلادنا اليوم أمامها فرصة تاريخية أن تستغل هذه التكنولوجيا الحديثة، أولا من أجل أن تطور كافة القطاعات، أن نستهلك هذه التكنولوجيا استهلاكا راشدا لتطوير التعليم وخاصة التعليم عن بعد، لتطوير الفلاحة وخاصة مراقبة الأرصاد الجوية والتواصل والإرشاد الفلاحين، لتطوير الصناعة خاصة فيما يتعلق بتطوير يعني طريقة الإنتاج ووسائل الإنتاج ووسائل الترويج لهذه المنتوجات. ثم أيضا نستطيع أن نستعمل هذه التكنولوجيا في مجال الصحة، في مجال الأمن، لمراقبة كل تحركات المجرمين وخاصة الشبكات المشبوهة والإجرامية، سواء شبكات المخدرات أو الدعارة أو شبكات تهجير السري أو شبكات يعني تبييض الأموال عن طريق هذه التكنولوجيا الحديثة. لكن لا نريد لبلادنا أن تبقى فقط مستهلكة لهذه التكنولوجيا، لأن سيتحقق بذلك عجز تجاري كبير. نريد لبلادنا أن تكون موطئ استثمار حقيقي في مجال هذه التكنولوجيا. بعدما ضيعنا فرصة الاستثمار في الصناعات الثقيلة، اليوم أمامنا فرصة أن نستثمر في مجال التكنولوجيا الحديثة، مجال الاتصالات، في مجال الأوفشورين، في مجال الخدمات عن بعد، في مجال إنتاج المعلومة، في مجال الأرشيف الإلكتروني، في مجالات متعددة. والعالم اليوم يبحث له عن موطئ قدم لكي يستثمر في هذه التكنولوجيا الحديثة، وهي تكنولوجيا غير ملوثة عكس بعض الصناعات التي تبحث لها عن موطئ قدم. لذلك نحن نعتقد بأن بلادنا في مجالين متكاملين، مجال الاستهلاك التكنولوجيا في مجالات متعددة لكي نطور هذه المجالات كما قلت، من التعليم إلى الصحة إلى الأمن إلى غير ذلك، ولكن أيضا نستطيع أن نستثمر هذه التكنولوجيا لكي تكون لنا صناعة حديثة، بذلك نستطيع أن نطور معدل النمو، ونستطيع أن نطور أيضا تجارتنا الخارجية، ونستطيع أيضا أن نكسب مستثمرين جدد. فالتكنولوجيا الحديثة فرصة للمغرب والاقتصاد المغرب، ولكي نستجيب إلى للإكراهات والتحديات الاجتماعية.